مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاعي تاع اليوم. كيما عودتكم ديما، اول حاجه بديت نبدا بها هي انني نسلم واحد السلام كبير وحار الاخت ام احمد، ونقول لها ما تزعفيش مني. وحبيبتي ام هدي، ربي يحفظك ان شاء الله. كذلك ام خالد، وغادي ندير واحد البحث في فائده العائلات. غادي نقول لك يا بوكي بوب، الا راكي تشوفي فيا ولا تسمعي فيا ظهر وبان عليك الامان. راني استفقت لك صراحه، وافتقدت تعليقاتك، افتقدت وجودك معايا في القناه. والاخت كيما مسميه روحها بوكي بوم، كانت من اوائل المشتركات في القناه، لكن عندي مده مانيش نشوف تعليقاتها. فنتمنى ان شاء الله انك تسمعيني وتكوني بخير وعلى خير ان شاء الله، طمنيني عليك. اما بالنسبه للدقيق، كيما كتشوفوا الفيديو تاع اليوم بديته لكم بالدقيق تاع القمح اللي كنتو سقسيتوني عليه، قلتوا لي مفيده شوا ولا دقيق القمح الكامل. هذا هو، وهذه هي الماركه اللي نخدم بها تاع عمر بالعمر. وللتوضيح فقط، فهو مشي الفارينه. اني صورت لكم كاع لومبالاج هكا باش تعرفوا شهو دقيق القمح الكامل اللي نخدم به. اضافه لهذا، غادي نشارك معكم الخبز، يعني واحد الخبز جد جد رائع بدقيق القمح، وغادي نعجنوه بالماء اللي ينزل من الجبن، بما انه مفيده وانا زعما نصنع الجبن مرتين في الاسبوع تقريبا باش نفطر به. فالجبن اللي بدا عندي والماء هذاك اللي ينزل من الجبن، اللي ما شافش الوصفه غادي نخلي لكم لا فيديو في صندوق الوصف ان شاء الله الرابط تاعها. فهذاك الماء فيه بزاف المحسنات وبزاف يعطينا واحد الخبز جد رائع. المهم للخبز هذاك غادي نحتاج فيه كيلا تاع الفارينه وكيلا من الدقيق، يعني زلافه زلافه دقيق القمح الكامل والفارينه ولا الدقيق الابيض. غادي نحتاج ملعقه كبيره من الججلان، ملعقه كبيره من زراعه الكتان، ملعقه كبيره من السكر، ونعجن بالماء هذاك تاع الجبن بدون إضافة الملح في الأول، غير بعدا نبداو نذوقو، لأننا الماء هذا كنا دايرين فيه الملح ودايرين فيه الخل طبعا. كيف مع زراعه تاع الكتان، فزراعه الكتان لما تتعرض للسائل اللي يكون دافئ، الماده كيما الجيلاتين، واحد الماده جيلاتينيه يعني غنيه بزاف بلي فيبر ولا بالالياف، وهي ايضا كذلك تعطينا واحد التحسين رائع للخبز، كيما تعطي له واحد الطراوه ولذه وفائده اكثر، اضافه الى النخاله اللي راهي مطحونه مع الدقيق تاع القمح. فكذلك قلت لكم زراعه الكتان، هذاك الخل، يعني ما شاء الله يجي الخبز جد جد رائع. وصراحة نتمنى انكم تجربوه، يعني والماء هذاك اللي تخدموا به الجبن ولا الماء تاع الحليب كي يخسر لكم، ولا الماء تاع الحليب كي يواسيكم البن ولا، فهذوك يعتبروا واحد المحسنات طبيعيه وجد رائعه للخبز. غير هو كي تبداو تعجنوا في الخبز، ذوقوا العجينه اذا كان خصها الملح فضيفوا لها الملح، اما اذا كان ما خصهاش فعلى حالها. بالنسبة للخبز تاعي، فأنا درتهم هكا واحد الخبيزات اللي هما صغيرين كما تعودتوا عليا، أنني الخبزات نصغرهم هكا يجي شكلهم جميل، وكذلك يسهل الاحتفاظ بهم كي يتزايدوا. فكل واحد يدي واحد الخبيزة هكا باش ما نفزدوش الخبز ونخسروه. وكما كتشوفوا طريقة تاع التزيين، أنا اعتمدت هذه الطريقة هكا، لأنني نقسم الخبزة على 4 وبعد على 8، وعادي بالسكين يعني قطعوها عادي، فهي كي تختمر غادي تعاود تتلم، ونعاود نخليها تخمر ومن بعد ندخلها الفرن على درجة حرارة مرتفعة ونشعلوا له من الفوق والتحت، وهكا تحصلوا هذا الخبز اللي فريمون يشهي. اما بالنسبه للغديوه ولا للغداء اللي غادي ناكله مع هذاك الخبز، فهو واحد الطاجين اللي جد جد رائع، طاجين تاع الدجاج ولا تاع صدر الدجاج بالخضر ولا بالخضر، يعني اللي هي البطاطا والفلفله. كما كتشوفوا صدر فقط تاع الدجاج قطعته الى قطع سميكه بعض الشيء، يعني قطع اللي تكون شويه خشينه. زدت لهم حبه تاع بصل اللي مقطعتها رقيق، زدت لهم شويه تاع القزبر معدنوس كذلك مقطعين رقيق، زدت لهم سنينات من الثوم، انا عندي هنايا 4 سنات كبار من الثوم، اضافه الى التوابل اللي هما الكركم، يعني هنايا يعني حطيت مغرف صغيره تاع الملح، حطيت مغرف صغيره تاع سكنجبير، مغرف صغيره من راس الحانوت، وكذلك مغرف صغيره من الكركم، واضافه الى قليلا من الفلفل العكري، يعني فلفل عكري واحد المغرف صغيره كذلك، وعلى راس الملعقه فقط ندير الكمون، يعني الكمون هو التابل الوحيد اللي ما نكثروش منه، هو والفلفل الاسود.
من بعد نضيف لهم تقريبا مقدار 3 مراعق كبار، يعني ولا 3 مغارف كبار من زيت الزيتون. اذا كنتو درتوه في الطاجين الزيت فما تكتروش، يعني فقط ملعقتين 2 مغارف كبار. ومن بعد نحط شويه تاع الماء ونخلي هذوك الدجاج تاعي يتشرب التوابل. وبعد ما يتشرب التوابل في هذا الاثناء انني حاطه الطاجين تاعي يسخن فوق النار، يعني حاطه فيه شويه تاع الزيت ولا شويه من الزيت زيتون، يعني يبقى حسب الرغبه. ومن بعد نحط فيه الدجاج. اما بالنسبه للخضار فانا حطيت البطاطا، يعني عاودت كذلك فوتها مع هذاك البصل وهذوك التوابل، وستفتها اضافه الى الفلافل. انا استخدمت معهم الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر، وانتم اذا بغيتوا تزيدوا الفلافل الاخرى فيبقى اختياري. انا الصراحه ما يعجبنيش الذوقه تاع الفلفل الاخضر، ما على باليش علاه، فما تعجبنيش فقط، لكن انتم اذا بغيتوا ديروها فما كان حتى مشكل. وهذا من الطواجين اللي جو رائعين جدا. بالنسبه للاخوات كذلك اللي سقساوني قالوا لي مفيده اسكو نديروا زعما الليمون المرقد ولا الليمون المصير، فاش غادي نديروه فاش غادي نستخدمه؟ فاستخدموه تقريبا في كاع الطواجن تاع الدجاج ولا تاع السمك، ولا كذلك في تتبيله تاع بعض السلطات الدافئه كما سلطه بطاطا، بطاطا كرافس، بطاطا بالبصل، يعني سلاي تاع الزعلوك مثلا، استخدموهم مثلا في الدجاج محمر. سبق لي شاركتكم بالوصفه، غادي نحطها لكم كذلك في صندوق الوصف. مثلا ديروه يعني في بزاف اطباق، كما انا اليوم هنايا فقط ما درتهاش لاني سبق لي ودرتها في الطاجين البارح، فما بغيتش نعاود ندير الذوقه نفس الذوقه تاع الليمون المصير في هذا الطاجين. والصراحه يجي رائع كما كتشوفوا، زينته بشقافي تاع بطاطا، مع صح نقولوا شقفه بطاطا قولوا لي انتما كيفاش تقولوا شقفه، قولوا برج طوماطيس وشقفه بطاطا، ما عرفتش شنو الفرق بين البرج وشقفه، شقفه شقافي المهم هي جايه من شقفوه، هذه هي العفسه، هي في التشقيف المهم حطينا هنايا البطاطا، شرائح تاع البطاطا، الطماطيس تاع الحبه، يعني درتها كذلك على شكل اجنحه، حطيت كذلك شرائح تاع الفلفله. انا قلت لكم هنا درت فقط الفلفله الحمراء والصفراء، وانتم الا بغيتوا تزيدوا خضره، بغيتوا تزيدوا هذيك الاورانج، يعني عندكم كل الاختيار. انا بالنسبه لي هنايا كنت شاريه غير 2 حبات فلفله، يعني حبه حمراء وحبه صفراء، وصاي درت بهم. بعد عاود درت ضفت فقط القليل من الماء الساخن لهذاك البصل وهذيك التعقيره اللي بقات لي، ومن بعد حطيتهم هكا زدتهم على الطاجين بهذا الشكل، وزينته بهذه الحبيبات تاع الزيتون الاسود، والصراحه يجي من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. وهذا كان هو غدانا، كما شفتوا الخبز يجي هشيش ومفشش، واحد بنين، واحد الريحه فيه يا سلام، والذوق تاعه بهذيك الذوقه تاع ججلان زريحه الكتان، يجي غني ولذيذ لذيذ بزاف. نتمنى صدقا صدقا انكم تجربوه مع هذاك الطاجين، الله الله شهيدكم في الجنه ان شاء الله. اما بالنسبه للتعشوي تاع العشيه ولا الكوتي، فاليوم بغيت ندير لهم واحد الغريبيه تاع الحمص، وغريبيه هنايا ساهله بزاف، ما فيها لا بيض لا زبده لا حتى والو، فيها فقط كاس من السكر غلاس، كاس غير شويه من الزيت، كاس تاع الحمص اللي يكون مطحون، عفوا ماشي مطحون، نعم مطحون هو تاع الكارن ومقلي، يعني نحمصوه في المقله هكا، واحد المقله ثقيله نحمصوا فيها هذاك الكاس تاع الكارن ولا الكاس تاع الحمص، يعني هو نفس الحمص اللي نستخدموه في الكارنتيكا. ومن بعد نخدموا الزيت مع السكر هكا على شكل، يعني ندخلوهم مع بعضياتهم، ومن بعد نزيد نضيفوا لهم شويه تاع الفاني، يعني ملعقه صغيره من الفانيلا. نعاود نضيف لهم كذلك هذاك الكاس تاع الحمص اللي كنت حمصته وغربلته، طبعا يعني غادي نفوته كذلك، غادي نفوته مع هذاك الزيت والسكر، ونبدا نضيف له في الفرينه تدريجيا، يعني الفرينه هي اللي نعاودو نليمو بها، لان هنايا راني دايره كاس فقط من الحمص. ومن بعد نشكلها بواحد الطريقه اللي جد جد سهله، بعد اللي كنت حصلت واحد العجين اللي يكون متماسك، وصدقا هذه الغريبيه تجي بنينه وتجي تذوب في الفم، وكأنكم خدمتوها
يحطوها بالزبده، لكن هي ما فيهاش كاع الزبده، صراحه تجي رائعه رائعه رائعه، جربوها برك على ضمانتي. المهم هنايا غادي نحط هذيك الفرينه بالتدريج، ومن بعد نشكل واحد الكويرات يعني كريات صغار ونقرصهم بالاصابع تاوعي، ومن بعد نضربهم بالفوق بالفرشيطه. وغادي تشوفوا هنايا في الفيديو يعني هو غادي يكفي انه يعبر على روحه ويوريكم الطريقه كيفاه. وفي هذه الاثناء بغيت نغتنم الفرصه ونجاوب على واحد الاخت اللي سبق لي جاوبتها في الخاص على انستغرام، ولكن قلت لي ما لا نجاوبها هكا في فيديو يعني ويكون الافاده للجميع اذا بغيتوا طبعا. فهي سالتني قالت لي مفيده انا عندي مشاكل هكا مع صديقات، تعرضت للاهانه، تعرضت للاساءه، تعرضت لمشاكل كبيره من عند الوساتي صحاباتي، عندي مشاكل معهم وبغيت ننتقم منهم وكذا وكذا وكذا، اعطيني وسيله مليحه للانتقام. فانا نقول لك افضل حاجه تنتقمي بها هي الدعاء، وتوكلي ربي عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وربي سبحانه وتعالى غادي ينصفك صدقيني، وغادي ينتقم لك منهم اشد انتقام، وما كاش كيما انتقام الله سبحانه وتعالى، لانك مهما خممتي ومهما خططتي ومهما كنتي عندك الكيد والحيله واسمه القوه، ما غاديش تكون في قوه الله وكيده وقدرته سبحانه وتعالى. فاول حاجه قلت لك انك توكلي الله عليهم وصدقيني غادي يدي لك حقك بالثاني والمثني والمثلث والمربع. اما بالنسبه لكيدك انت، بالنسبه لانتقامك انت الشخصي من هذاك الانسان، بتفردي غليلك فيه وتشوفيه يتدمر ويتحطم قدامك يوم بعد يوم، هي انك تنجحي، هي انك تنتصري، هي انك تفوقي، سواء في دراستك، سواء في عملك، سواء في اسرتك، في عائلتك، في علاقتك الزوجيه، في وليداتك، في تربيتك وتنشئتك لوليداتك، سواء في طهليه في دارك، سواء في جمالك واناقتك، سواء حتى في الضحكه تاعك. صدقيني هذيك الضحكه هي اشد انتقام يمكن لك انك تسلطيه على اي كان واي شخص يضمر لك العداوه. وهذه نعطيها لك وصفه ناجحه جدا جدا، واعتمدتها في حياتي منذ سنوات، يعني ماشي غير من اليوم، لما نحس انه انسان هذاك ما يبغينيش وبغي لي الضر وبغي يشوفني مكسوره ومهزومه، هذاك وين نوض ونوقف على رجليا ونصحح اخطاء في حياتي ونضحك ونرسم الضحكه العريضه هكا على وجهي، حتى ما كنتش باغي نضحك نضحك روحي. المهم هو على بالي بلي راهي تحرحر والضر هذيك الضحكه، فنجحي اختي وانتصري بنجاحك، انتصري بالتفوق تاعك، انتقمي منهم بتفوقك وانتصار ونجاحك وتألقك، سواء في دارك، في خدمتك، مع عائلتك، مع وليداتك، وأكدي لي على الضحكة وعلى البسمة، لأن هذيك هي اللي راهم باغيينها تزول من وجهك. فبقي دايما تبتسمي وصدقيني غادي يكون أشد انتقام ليهم وأقوى انتصار ليك بحول الله. وكما شفتوا يعني هذا هو كان واحد الرد بسيط على الأخت، نتمنى إن شاء الله أنها تكون سمعتني وأنكم كنتوا سمعتوني، واعطوني آرائكم أنتم أيضا، قولوا لي كيفاش تنتقموا من الناس اللي يضمروا لكم الأذية. مهم أن هي هذه طريقتي في الانتقام، والصراحة ناجحة معي والحمد لله يا ربي، ويكفيني أنه كاين بزاف ناس كيما كي تبغيني، كاين ناس بزاف تنضر، وكيما قلت لكم دائما في فيديوهاتي كاين كيما كاين ناس تبغي كي نضحك، كاين ناس تنضر كي راني نضحك. فالحمد لله يا ربي، والله يخلي لنا هذه الضحكه مرسومه على وجوهنا يا ربي، عليا وليكم وكاع المؤمنين ان شاء الله. كيما شفتوا يعني انا خرجت يعني صراحه الغريبيه تاعنا وقهوتنا يا حياليه شربناها حتى مع المغرب، لان خرجت قضيت واحد الصوالح ومن بيناتهم هادو المواد تاع الحلويات، وما كاش عندي كيفاش نرتبهم، اللي بدا هكا باقيين في واحد السله، فجبت هادو لي بواطا تي وفي زوج شريتهم لمرت خويا الله يحفظها. المهم القديمه هذيك اللي مهرسه هي جاتني هكاك مهرسه في لومبالاج، يعني سقت حاولت نسقدها، خدمت لها هادوك البولونات تاعها لكن بقات هكا مفلسه، فبعثت لي واحد اخرى مسكينه، وراهم متوفرين يعني يديروا اونتر 70000 و140000، ام كاينين في فاميلي شوب، كاينين في ارديس، تلقاهم كذلك في المحلات تاع الديكورات، محلات الاواني، يعني متوفرين بشكل كبير. المهم رتبت فيهم والصراحه النتيجه عجبتني، جاوا منظمين ومرتبين والحمد لله. المهم كانت هذه هي الفيديو تاعي تاع اليوم، كانت هذه هي التدبيره تاعي تاع اليوم، كان هذا هو الخبز والطاجين تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله انه كل شيء عجبكم، نبغيكم بزاف، تهلوا لي في روحكم، والسلام عليكم.